الأول السابق بالإفريقي رضا دريدي. بوجا عندك كيستيون رضا دريدي. عندي ثلاثة أسئلة سيدة بارابور البيفو ومريم رضا ثلاثة بيفوات عندي أنا حارب بيفو واحد محمد سلامة ما جاش تفضل تفضل. السؤال الأول سي رضا يعني أعطيني بال واحد أعطيني مش ثلاثة نبداو بأنيس بن ميمي اللي قلت هو اللي عمل الكونتراتو اليوم أنيس كي عمل الكونتراتو اسكو يمثل النادي الأفريقي ولا نوتر ولا يمثل المدرب لأنه الحسب ما فهمنا من الكونتراتو اللي تعمل لصالح المدرب وهنا السؤال اللي طرح يعني ممكن الناس تسأل أنيس بن ميم أون طونك شكون يعني تتابع لأنهي طرف باش يعمل عقد لصالح المدرب لا وقتها أنيس بن ميم أنا لقيته غادي يمثل النادي الأفريقي مثل النادي الافريقي يعمل عقد يخلي المدرب اذا يتنحى ياخذ معناها فلوسه كامله وتولي مشكله كبيره يعني محامي النادي الافريقي محامي. ولا ان طونك محامي النادي الافريقي وقتها وقتها دوبا انا دخلت وقتها ديل ديبي على ذكر المحامين قلنا انه فما سوء تصرف سمعنا حكايه يعني على سوء تصرف وفاتوره ب 161 الف دينار رضا دريدي انا نسخايب محامي من محامي انا نسخايب بوجلبان هو البيفو من طلعت اتاكون اكسيال ماهوش من مظاهر سوء التصرف اللي سمعنا به شوف راهو هذوما الحاجات ما يلزمهمش يتخباو راهو لازم يخرجوا شنو المشكله وبرا خرجوا يحكي إيه فما محامي مقدم فاتوره السي سليم الرياحي 161 مليون مقابل شنو؟ مقابل قال لك هذا طعامي لي انا في النادي الافريقي 161 مليون شكون المحامي هذا؟ لا وقتها تولي خليها بسط الرب خير ماهوش انيس بن مين؟ لا مش انيس لا مالا شكون؟ لا من ما متحفظ انا بالاسم خاطر امور مش فما قضيه ضده فما حاجه ماهوش سليم كبش يقدم قضيه مش بهو برك يقدم ب 100 وشوف يخلط شوف لا يعني هذوما امور تعديت وفات ومشات وكاو اللي هذه مخلق وكاو علاقتك ببقيه اعضاء الهيئه المديره وقت العلاقه سمعنا انه كانت متوتره انا هما شكونهم بار اكزومبل سمعنا انه فما برشا عبيد على حد يعني على حتى تصريحاتك انت قلت انه حطوا لك العصا في العجله عشان فوا تجيب ملاعبي شوف ما نجموش يقولوا عشان فوا نجيب ملاعبي خاطر انا كي ناخذ مسؤوليه خذيت مسؤوليه الانتدابات يعني اموري كانت واضحه من الاول تكلمت مع السي مراعي قلت له انا راه جيت توجور ترافاي ليبر دون ما في وهذا لا سبيل لي باش يجي اي انسان يعني يدخل في اموري ولا في خدمتي هذه وقبل السيد سليم الرياحي كل شيء بون بصراحه ما نكذبش على الناس حتى واحد ما دخل فيا ولا حتى واحد ما جاء في يعني حط لي العجله في المهمه اللي كنت انا كانت متوكلت لي انا يعني سي لا فيريتي هذيك الحقيقه وانا ما خليش روحي باش اي شخص يجي يدخل في خدمتي الانسان اكيد مش معصوم من الخطا فاش اخطا رضا دريدي صلب مهمته في الافريقي. كي تراجع روحك هكا وتشوف الفتره اللي قضيتها في الافريقي وهي فتره قصيره كما قلت انت شنو هو ربما الخطا اللي قمت به؟ خطا لا اما 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 نجم نقول بوتيتر جي بروتيجي ان بو الجروب اكثر من اللازم. مثلا كيفاش؟ اعطينا مثال. جروب اداري ولا فني؟ لا الاداري لا العبيه اي جي بوتيت يعني حميت يعني سكرت عيني في حاجات اللي بون بالنسبه لنا كانت وقتها لازم تحافظ على الجروب على الانفيرونمون مي صارت حاجات اللي ما كانتش باهيه وكهو نجموا نعرفوا امثله لا هذوما امور داخليه نتاع جمعيه تقعد امور داخليه وكو طارق تفضل هو كنت يمكن الباركور يتغطى لو انه الافريقي يربح مات سوبر سبور ممكن كانت مفاجاه كانت عادت الكلوب فينال كانت تولي ديمونسيون اخرى انا تو اتيت ريبوزي سيري ذا بعد عامين تقريبا بعد الكارير ما شاء الله معناتها كارير عالميه في الانتقالات مانجير معروف كل شيء بصريح العباره هل انه ندمت على تولي مسؤوليه خاصه ان خذيت دوبل كاسكيت وقت وتيكيت معناتها محسوب كاداري في النادي الافريقي في أسوأ حالاته سامحني في الكلمه اداريا معناتها وقت للاسف سيرتو عندي كنت وكيل اعمال ناجح للنهايه نجيو الماتش سوبر سبور وقتها معناتها خليني نقول معناتها وصل حتى شكون حارض عليك الجمهور وصارت لك تهديدات نهارتها وخرج في حاله يمكن حتى صحيا تقلقت نهار ماتش سوبر سبور
كي تعمل الريكول وترجع عميل تالي بصراحة هل ندمت على تولي المسؤولية هذه؟ وفي جانب حكينا على صفقة دماء اللي قلت أنيس مكش وكيل عماله، لكن معناتها العالم صغير سيري ذا، والناس تعرف اللي هو ما كانش ياخذ فرقم خيالي، في كان اون بيس دي فورم في الوداد وراجع في الكلوب خذا، معناتها كنت نجم في إطار ترشيد المصاريف سيري ذا تحكم وتفرض شروطك انه تماشي عن مرحلة اللي سليم الرياحي وقت فلوسه تقريبا ماشي للتجميد، كنت نجم زاد تضغط شوية على الكونترا بحكم خبرتك. شوف اول حاجه مش جابك على سؤال ندم، سؤال الاولاني لا الاولاني ما ندمتش، وامبوسيبل امبوسيبل كان ندم. الكلوب افريكان جمعيتي، مهما يصير ومهما صار لي ولا كان ينجم يصير لي، عمرك ما تندم كي تخدم جمعيه كيما النادي الافريقي. يعني النادي الافريقي تقبلها بالمشاكل ولا تبدا الامور ماشيه، سي لو كلوب افريكان جمعيتك لازم تخدمها في اي وقت. في مخصص عندما خديناها بلا فلوس، نحن يابي با ما فماش فلوس، يابي با ترانسفير، الجوار كان ليبر وقتها. عمليه قضاه مرتفعه شويه. اي ما هو وقت اللي انت تجي تحط المبلغ اللي مش ياخذوا الملاعبي ام نبي زوز بريمات وسالاريات تولي بريمات وسالاريات، دونك بوتيتر تبان اللي هو لو مونطون اللي تي ان بو غونفلي، لكن وقتها نكذبوش، زاد الولايد الى في دوتو بروبوزيسيون، والولايد كان في يعني لو تيب دو جوار كون شيرشي او كلوب افريكا، يعني ملاعبي كان عمره 29 سنه، يعني نو فالي ان جوار ديكسبيريونس اللي مختلف في 18 متر اللي ايمو سيري ذا. سامحني قصيت عليك، ماهوش ما لعب كونتر الترجي في نهار 2001 وخالد كور ضده وقتها، معناتها كان وقتها بالرسم 2011 لا اون فالور سور الحقيقه، اي بعد 8 فالور سور حتى في المارشي 29 سنه راه في اللوج العطا نتاعو سورتو ان اتاكا، وانا وقتها الحقيقه كنت تصور اللي باش ينجح الملاعب خاطر بريموت تكنيك ما حد ما شوف فيه والعمر، دونك دور لي وقت الكلوب حسب التيب تيب هذاك تيب هذاك فما ظروف، يعني خاصة الملاعب ما ينجحش وتضرب اصابته اصابته مالوريزمون على الغالب الملاعب تضرب وجاته ضربه وكل شيء. شوف وجمعيات هذيك جمعية الفريق النادي الافريقي، شوف بور جوي جرو اي جران يفو متر لو باكي من غير ما تكسمها، لكن الوضعيه ما تسمحش وقتها. بعد جانا هذا بعد جانا الضرب الاخر نتاع التجميل. اي فوالا خلينا فما بصراحه بصريح العباره، هل انه فما توظيف سياسي وضغط سياسي على النادي الافريقي والا؟ طبيعي جدا. من شكون؟ شكون ضغطت عليك؟ شكون كلمكم؟ شكون ما حكيت بكري مثلا برهام سيس اللي حطك في فاس فاس مع سليم الرياحي؟ لا لا هذاك في اطار التعريف. لا لا برهان كلوبيست معروف ديكلاري، اما هل جاكم وسطاء معناتها مثال من رئاس الحكومه وقتها ولا حاجه في 2017؟ ما تي با بسوان باش يجيوك انت توا تعرف قداش فلوس مجمده تاع سليم الرياحي توا؟ قداش؟ فوق ال 287 مليون مليار في تونس، في تونس مجمدين. سامحني مش اللي انت يجيو يجمدوا لك فوق ال 200 مليار، شنو باش تعمل؟ تبعنا الراجل تبع جبد جبد في الاخر با بلو، ما عادش نفس قطعونا، ما عادش نجموا نتنفسوا، ما عادش نجموا حتى باش نخلصوا التيرانات هذه كل شنو؟ هذا مش بوليتيك، ما كان بوليتيك، كانت امور بوليتيك، انا ما ادخلش في السياسه، اما بالمكشوف يعني. علاقتك بسليم الرياحي حاليا؟ طيبه جدا. تحكيه كل يوم؟ كل يوم كل يوم. المراسله اللي كانت من الهيئه الحاليه للنادي الافريقي يطالبوا سليم الرياحي على اثر تصريحاته انه مستعد باش يخلص جانب من خطايا النادي الافريقي، ذكروا ثلاثه خطايا هوني، اولمبيك مارسيليا الدين اللي قيمته 750 الف اورو، لاعب فابريس اندام 850 الف دولار امريكي، ويوهانتوس غار مليار ونص بالدينار التونسي. هل سليم الرياحي انت قلت تحكي كل يوم الوثيقه وين وقتاش خرجوها؟ هاي تفضل. لا لا اعطيني دات مثال شو اعطيني الدات 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 ماهيش موجوده الدات، لكن فما مراسله لسليم الرياحي طالبوه بخلاص الخطايا ذوم ما يحشموش الهيئه التسييريه الهيئه الحاليه يعني. لا كان خرجوا ما يحشموش، خاطر وقت اللي نجيب لك انا بروتوكول بالصح وانت ونحيو منه نحن 800 مليون والسيد مش يخلص ليشلونمون نتاع الفلوس هذيا مش يخلص بسيد سليم الرياحي، انت ترفس وتخلي لاجون نتاع الملاعب هنا نهارين في تونس ولا لا تقبلنا ولا تحكي معنا يوم بليز سا ما تصحناش البروتوكول وتجي تو تعال شكون شد جد؟ وقتاش صارت هذي؟ اللي صارت تو جمعتي لي تالي الدرني ديلي كانت تاع ليكسبيراسيون تاع البروتوكول لو 10 لو 10 مينوي. شكون اللاعب هو توا؟ عندما ما حبوش يصحوا البروتوكول. شوف راهو هما يلزمهم يعرفوا توا، راهو الببليك تاع الكلوب راهو اللي واعي ويفهم والشيء اللي صاير توا. شوف الشيء اللي صاير توا في الكلوب الامور هذه نتاع الفلوس اللي قاعد الببليك توا يدفع فيها،
تعرف باش يرجع الكلوب هذا مش يرجع الكلوب بفايدة كبيرة 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 برشا مش مالية لا يردوا باله ماهوش مالية تو الببليك تاع الكلوب ولا واعي أكثر ولا يفهم ولا يعرف معناتها 500 مليون ولا يعرف معناتها 100 مليون ولا يعرف معناتها مليار ولا يعرف معناتها ملاعب يخص مليار و100 مليار و200 ولا يعرف معناتها رئيس حط 60 مليار و 65 مليار ببليك ولا واعي توا ولا يفهم توا سيت النوتر لو كلوب افريكان الى نوتر ببليك توا مش الاشخاص مشات وجات اشخاص اخرى لا يعني الفكر نتاع الببليك هذاك توا تبدل ولا يخسر الجمعيه بفكره اخرى بنظره اخرى ولا يفهم ما عادش ينجم يعديو عليا تو ما عادش ينجم يعديو على الببليك تو انت يعجبك ببليك قاعد يجبد في الفلوس ويعلم بحالهم كيفاش يعملوا وناس عامله مربع ايديها وتكتفي نشكروا الببليك نتاعنا اللي يعطي في المبالغ هذه ايوا انت قاعد تعمل شنو قاعد تعمل شنو وجودك غادي انت محب للنادي الافريقي معروف عليك الشيء ذايا ساهمت في الحساب البنكي الناس انا اللي ساهمت به انا ما اي الحساب هذا لا مانيش انا مانيش مطال انا الفلوس نعطيك حاجه انا الفلوس جبتها انا النادي الافريقي واللي دخلتها لخزينه النادي الافريقي ابار سليم الرياحي ثلاثه واربع رؤساء القدم ما جابوهمش بالمكشوف هل اليوم ناقص النادي الافريقي على مستوى لم الشمل والرؤساء القدامى النادي الافريقي حشتها توا بشخص اللي عنده برشا فلوس بشخص اللي نجم يجبد مليار ونص في الشهر بشخص اللي ما يتلزش باش يمشي يطلب بشخص قوي موجود الشخص هذا موجود شكون حسب رايي انا بعد سليم الرياحي ما فماش لا انا باش نسالك سيدي ذا هو واضح معناتها التوظيف السياسي نتاع الجمعيه درنيرمو بلا قبل ما نرجع لابوكو خاطر فما نخدموا به اوندما سامحني سيدي ذا اللي جاي زاد الافريقي مش كاليفي معناتها زاد هذه خطا اداري وقتها ما يلعبش كاف ظهر لي ما يلعبش اي وقت جاي من الوقت ولا تلزم زيكي يرجع وقتها تصير الاشكاله ديس نغلقوا به الملف اوندما معناتها مش هذا موضوعنا الموضوع سيدي ذا هو تو سليم الرياحي معناتها الكلام ويلز انه يحب يخلي قناعه عند الجمهور الافريقي انه هو المنقذ الوحيد ويجي معناتها هذا ذكرنا في غزوه المطار اللي صارت وقتها وجمهور كلوب افريكان يخرج ويرجع سليم الرياحي الى حد الان شكون الضام اللي عنده فلوس ساعه لبرا معناتها ينجم يهز لي كلوب الماء اسوء معناتها البلو بير من الوضعيه هذه صحيح راجل فلوسه مجمده وثاني حاجه علاش ما سيدي ماك تحب الكلوب افريكان يا خويا عاون حتى الناس تدفع بدينار وب 2000 وب 4000 نشوفه في الواحد عاون بما تيسر يا خويا وبعدها صفيه النيه وبعدها خويا تصلح الحاله. اللي يتيسر هذه وريها لي ما يتيسر قولها لي كيفاش. باللي يقدر هو خويا. لا لا قولها لي كيفاش. قال انا اللي يدفع جمهورنا تاع 5 فوا. اول حاجه ما فماش على سليم الرياحي باش يقول عندي فلوس وما عندوش فلوس. لا با بروفي اللي هو. ما قال انا 5 مرات بلوس كي الجمهور اللي يدفعوا. وتو تقول لي انت سليم الرياحي يدفع ما يتيسر. انت يعطيني توا الحل السيد موجود لبرا اعطيني الحل اللي سليم الرياحي ينجم يدفع الفلوس للنادي الافريقي واعطيني حل اللي السيد سليم الرياحي ينجم يدفع فلوس من برا للنادي الافريقي لهنا اعطيني حل هكا سوسيوس مثلا يمشي يبعث معاهم سيدي يا السيد مرتب ومحامي سويسري خويا العزيز لكن سوسيوس ايكيبمون خويا العزيز 100 شوف 100 دينار تخرج من برا تدخل لتونس باسم سليم الرياحي تتجمد فورا تجمد فورا هذا الناس لازم تعرف امبوسيبل كان سليم الرياحي ينجم يعمل فيرمون باي مليم من اوروبا لتونس باسم النادي الافريقي ولا باسم الكوب تاع النادي الافريقي ويدخلوا باسم السيد سليم الرياحي فلوس دوما تدخل البنك سنترال تتجمد شنو ذنب الافريقي سيدي ذا في الاجراءات القضائيه هذا ثم مسار قضائي ضد سليم الرياحي انا لا نبريه ولا نتهمه معناتها الراجل يخدم انا هذا نجاوب فيك قلت لي انت علاش ما يخلصش وعلاش ما يعملش هذا اول حاجه لقينا حل مثلا الحل لقيناه اللي باش اي خذينا تروا دوسي ونعاود نقولها تروا بومب عطاوهم لنا خذيناهم قبلناهم اللي هما ذكرتهم انا اوندما وسابر خليفه و تزداد في عاد سليم الرياحي راهم مش تروا بومب هذو جوسيتكم للامانه لا 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 كانوا ينجموا يمدونا علاش ما يدوناش الاخرين علاش ما يدوناش لا 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 لانه القيمه الماليه المرتفعه نتاع ذوما ها هو تو فهمت انت وقبلنا وقبلنا وقلنا دكر يعني تتاكد انه سليم الرياحي باش يتكفل بالثلاثه ملفات هذوما ودي مش ناكد هذا هذا اكدوا هو وصيه وقبلناه وعملنا البروتوكول وجبناه وصحوه ما حبوش يصحونا ما عطاوهالناش ايزون ريفوزي
ils ont refusé. انت ترا عملوش اون ديكلاراسيون وقالوا علاش هما ايزون ريفوزي بيصحوا البروتوكول هذايا. انا جبت وانا مشيت لباريس وانا جبت البروتوكول. هاو يقال حسب مجدي الخليفي انه كان عندكم رونديفو باش تتقابلوا لكن ما صارش اللقاء هذا باش يتم تغيير في لي سيد العزيز مجدي نقولها له هنا اون ديريكت احترم نفسك احترم نفسك والحكايه هذوما كلهم فارغين اللي تحكي فيهم انا نحكي لك بار بروف واو زيد هون نتحداك انا قدام الناس الكل برا صحوا الكونترا برا صحوا البروتوكول وبرا جيبوا رسالة هذايا مضمونة سي تري فاسيل دو بارلي تو باش تكلموا يا سيدي ما ينجمش يعمل بيرمو بس مش عندي الاخبار توا طارق نرجعوا بعد الاخبار مع اميره العجيدي.